وعافية سلامة. إنما إيه؟ إنت الفاكهة والزهرة. ده خلاص يعتبر الوش الأخير يعني مفيش بعد كده كلام. تجيبه إزاي؟ أبدأ من خمس نماذج اللي بتتكلم عليها. أنا هتعرض لمسائل مني يعني أنا حاليا هتعرض لمسائل من خمس نماذج. بعد خمس نماذج أبدأ أشوف مسائل الزوج. ومش عايز الموضوع يستغرق منك وقت، بمعنى إيه؟ سؤال سهل. أنا عارف كل مرة بيقابلني وحفظته ما حلوش. أنا حل السؤال اللي أنا شاك فيه. اللي انا الان اذا جالي بكره ممكن اقف. جمع اللي ممكن اقف عليه. احنا بالنسبه للطلبه المدرسه هنا ان شاء الله هنتقابل تاني الصبح. لو جيت سؤال او سؤالين عايز تساله بدل ما الوقفه اللي بتبقى بره انا شفتها في المواد كلها الايام اللي فاتت ان شاء الله قبل ما نبدا ان شاء الله بقول له لو احنا بكره هنبقى الصبح مفيش واحد من الحته اللي بتبقى مسائل اوعى تقول لي ما بيقابلنيش حد. طالما انت بتحل هيقابلك حد. يبقى اذا تمكنت من اولاد المدرسه دي تسال الصبح فيها، ما تمكنتش ممكن تسالني تليفونيا ودي ما فيش فيها ان شاء الله اي حاجه وانا ممكن ادور شغل من الاخر، ما فيش فيها اي مشكله ان شاء الله. انا بقى اليوم ده عامل حسابي يعتبرني ولا لا. تبدا بالاتي. تعالى الامتحانات الاهليه القديمه. معايا امتحان المنوفيه اللي هي امتحان السنه دي وبعضكم شافوا وبيقول امتحان سهل جدا ويا ريت الامتحان يجي كده ان شاء الله هيجي اسهل من كده. ان شاء الله يجي اسهل من كده. هبدا بسؤال محوري يعني سؤال ما هوش من النماذج اللي انا بكلمك عنها بس هو بالنسبه لي انا سؤال محوري. بيقول في ايه السؤال؟ انا ثالث سين يساوي سين تربيع ناقص سين على سين تربيع ناقص واحد. اطلب منك خمس ست حاجات والحاجات ثلاثه منهم اكمل اول الاسئله المقاليه. عايز منك واحد مجال الداله مجال المعقول الجمعي للدالة. طالب منه طلب من حته اتجاه اصفار الدالة. قيم س التي عندها الدالة غير معرفة. أربعة المعكوس بدي كده خمسة المعكوس الضربي للدالة مبينا مكانه. المعكوس الضربي مبينا مكانه زي ما انت شايف السؤال بيتكلم عن اكثر من جزئين. على كل الاوضاع لازم اكون بعرف حالي كويس اخد سن مشترك. مجال الدالة هو حرف فرق الاصفار بالمقام. حرف فرد الاصفار بالمقام يعني حمق فرد سالب واحد الى واحد هذا المجال الثاني هذا المطلوب الاولاني. بيضحك عليا وبيقول لي مجال المعكوس الجمعي. هو مجال المعكوس الجمعي هو مجال ايه؟ الداخل. بس هو بيشوفنا احسن ازاي؟ يبقى مجال المعكوس الجمعي برضه حمق فرد واحد وسالب واحد. سؤال جاهل. طب لو انت طلبت مني المعكوس الجمعي تجيبه ازاي؟ اختصر لي كده ليه معاكين؟ بقى دي ابسط صوره صح؟ اذا انا كنت عايز منك المعكوس الجمعي يا
اما تغير لي شرط البسط يا شرط المقام. يعني شغال يعني شرط البسط يا شرط المقام. ده المعقول مالوش رمز على فكره، المعقول الجمعي مالوش رمز، يعني جهاز المعقول الضربي له رمز، الرمز بتاعه ده الاس الثاني واحد، انما المعقول الجمعي مالوش. يبقى المعقول الجمعي بقى الحكايه اللي انا هعملها دي، يا اما اغير اشاره البسط يا المقام، ما تغيرش الاثنين. مفيش احمر، ما اقدرش اقول احسن من احمر، لان ساعات هي اختيار. او انا اختار ايه؟ اللي فيه يا اما اغير البسط يا اما اغير المقام. تلاقي جايب لك في الاختيارات ايه؟ مره اغير البسط والمقام ما ينفع، مره اغير نص البسط، لا، يا اغير اشارات البسط بالكامل يا المقام بالكامل. يبقى المعكوس الجبهي، لو واحد قال لي 30 على س واحد او صح. لو واحد قال لي س س على سالب س سالب واحد برضه اهو صح. دي صح؟ دي صح. ده بخصوص المعكوس الجبهي. الحته بقى اللي انا عايز ان انتم تتابعوها اللي هي اصفار الداله الكسريه. اصفار الداله الكسريه احفظها كويس قوي. هي اصفار البسط فرق اصفار المقام. اصفار البسط فرق اصفار المقام. فين اصفار البسط؟ اهي القانون اهو. اصفار البسط فرق اصفار المقام. اصفار البسط يعني القيم اللي تخلي البسط بصفر، اللي هي صفر او كام؟ او واحد. فرق أصفار المقام القيم اللي تخلي المقام بصفر، يا إما واحد أو سالب واحد. أوعى تجيبها لي بعد الاختصار. أنا بجيب الكلام ده كله قبل إيه؟ قبل ما أختصر. يبقى المسألة بقت بالشكل ده، أصفار البسط فرق أصفار المقام. شطب على اللي اتكرر. مين اللي اتكرر؟ الواحد. إيه اللي فاضي هنا؟ صفر. طب إيه اللي فاضي هنا؟ ماليش دعوة بالفلوس. تبقى الغلطه اللي بتغلطها يبقى هي الناتج صفر. صفر ليه؟ لان انا عايز اللي فاض في الاولى فقط بعد ما لغيت المنكر، ماليش دعوه بسالب واحد. دي الحته من سنه خمسه ابتدائي، يبقى الاصفار دي هتبقى كام؟ صفر. المطلوب الرابع بيقول لي ايه؟ عايز قيم س التي عندها الداله غير معرفه. امتى الداله غير معرفه؟ لما يكون المقام بصفر. يبقى قيم س التي عندها الداله غير معرفه، يعني السؤال ده اهو كانه بيتكلم عن اصفار المقام. يعني كانه بيقول هو عايز اصفار المقام. هي اصفار المقام اللي هي كام؟ واحد وايه؟ وسالب واحد. يبقى قيم س التي عندها الداله غير معرفه هي واحد وسالب واحد. زي ما بقول لك ديا يعني ايه؟ ها؟ يعني عايز اصفار المقام. قيم س التي عندها الداله غير معرفه اللي هي واحد وسالب واحد. عايز المعكوس الضربي للداله مبينا مجالا. معروف ان المعكوس الضربي ده شكل. يبقى المعكوس الضربي للداله هشكل يعني ايه؟ شايف أبسط صورة هتبقى رمز المعكوس الضربي أهو. هي س على س زائد واحد. لما هتشتغل هتبقى إيه؟ س زائد واحد على س. مبينا مجاله. مجال المعكوس الضربي هو ح فرق أصفار البسط والمقام. يعني ح فرق أصفار البسط والمقام. يعني ح فرق كام؟ واحد سالب واحد. اتقالت قبل كده خلاص صفر. يبقى ح فرق واحد وسالب واحد ده مكان المعكوس الضربي وده المعكوس الضربي. المسألة ده هي مش مسألة امتحان، ده هو هيجيب لك منها واحد واثنين واحد وثلاثة، تتوزع على كذا سؤال. يعني يجيب حته من اختيار وحته من الاسئله المقاليه، انما لازم يجيب بس كيف هي محل يعني ايه الطلبه في الطلبه هو عايز البسط والمقام ولا المقام بس؟
اصلا الداله الكسريه كده ازاي؟ فعشان كده ممكن تجمعهم لك كلهم سؤال يعني يقول لك ضدها تضرب الاشياء يعني ما هو جايب لك اهو قال كل اللي بيعمل ايه؟ قال شوف بقى هو سهل على الفقره دي ولا الفقره دي ولا الفقره دي هي ده كانت حاجه مجمعه دي حبيت اقولها قبل ما ابدا المراجعه اللي هي العاديه بتاعتي خلاص دي؟ مهم قوي مهمه ليه؟ مفيش محافظه تقدر تحط امتحان من غير ما تجيب الحاجات دي تجيب ثلاث فقرات تجيب فقرتين انما ما يقدرش ليه؟ هو ده صعب مني المهم نشوف حد عايز يستوفر حاجه انفع كان البعض سالني عن حكايه اسرار الداله امتى بتبقى حق وامتى بتبقى فار فاكر السؤال ده انا سالت اسرار الداله مين؟ طب اي عادي؟ طب عادي بحرف هذا معلش قلنا دايما في الميعاد لان بعد كده ما ينفعش بتكلم الوقت عن اصفار الداله خد بالك في الحته دي داله سي بخمسه واما اللي داله سي بصفر وعايز اصفار الداله ايه ده؟ دال س بخمسة ودال س بصفر وعايز أصفار الدالة. الدالة الأولانية دي دالة ثابتة. دال س بخمسة دالة ثابتة. هي تخيل معايا إن الخمسة هتصفر. هي عمر الخمسة لا هتصفر. فلما بقول لك دال س بخمسة أنا بضحك عليه. تقول لي أصفار الدالة فار. تلاقي السؤال ده مشرف بكره يقول لك اصفار الداله انت بتعمل خمسه. يا اخوانا هي الخمسه عمرها هتصفر. انت عارف دي بالظبط عامله زي ايه؟ لما قلنا داله س بتساوي 6 تربيع زائد 1. يعني لما اجي اسالك عن اصفار تقول لي لا دي ما بتتحللش. طب ما بتتحللش يبقى اصفار الداله ايه؟ اهي دي بالظبط زي دي. او نقول لي داله تقطع محور السلام. يعني داله انا لما انا صدقت ما قطعتش محور السلام. يبقى اصفار الداله ليه؟ فار ما هي الداله اترسمت كده فين اصفار الداله؟ فار انما لما انا اقول لك داله مرسومه جايه كده قوم كاتب لك هنا واحد واثنين ثلاثه واسالك عن اصفار الداله لا تقول لي هنا ايه؟ لا دي واحد وايه؟ ثلاثه الوضع هنا بيختلف طيب الحته دي داله س بصفر دالة س بصفر يعني صفر على طول اه تبقى اصفار الدالة يا لو يبقى هنا ايه؟ دالة س بصفر تبقى اصفار الدالة هنا ايه؟ دي بقى اللي حصل اصل انت بتقول لي هي امتى بصفر صح؟ وهي بصفر على طول انت بتسالني بتقول لي هي امتى بصفر وهي بصفر على طول فاذا دالة س بصفر حق لان هي بصفر دائما لان هي بصفر دائما انما السنه اللي فاتت اسكندريه جايب سؤال سهل جدا قال لك ده س 5 ناقص 10 عايز اصفار الداله وجابين سؤال مقال يعني سؤال مقال امتحان اسكندريه ده س 5 ناقص 10 عايز اصفار الداله ده انا مش في مصر ده سؤال عادي هقول له 5 س ناقص 10 صفر يبقى 5 س في 10 يبقى س 10 على 5 ده يبقى ص د بلاش تقول الظن ان الاهليه يبقى لازم امتحان صعب، لا انا ما شفتش منه امتحان صعب في الترم الاول. امتحان سنه ثالثه سته امتحاناته ما كانش امتحان صعب، ما هو توجيه واحد، فمالوش داعي الامتحان هي عادي الاسئله العاديه اللي احنا بنحلها على طول. خلاص ما تعقدش الدنيا الامتحان ان شاء الله بسيط جدا. يبقى شوف دي اصفار او دي امتحان السنه اللي فاتت ايه يعني ايه مستقبل الاهلي؟ خد بالك ده اللي سن صفر اه ده اللي سن رقم اه لو جت حاجه زي كده هتلاقي الناس مختلفه فيها طيب ابدا من نماذج كتاب
باب المدرسه هناخد بعض من الاسئله. طبعا من اسئله النماذج دي لو حد يقول لك ده انا معيش كتاب، الكتاب الخارجي اللي معاك فيه الحاجات دي. اي كتاب خارجي بيبداوا بالنماذج بعد كده بالامتحانات اللي هم بيجيبوها بتاعت المحافظات. تمام؟
لا يوجد. شفتها انا في المحافظات انت يبقى في حلين هيجيلك اجر لما تلاقي الصفه اللي هي اكبر من صفر يوجد جزاء، لما تلاقيها هيساوي صفر يوجد جزء وحيد او حل وحيد، لما تلاقيها اقل من صفر لا يوجد جزاء. لا يوجد حلول حقيقيه. بعد كده بقى انت هتسكت الاعداد المركبه السنه الجايه. طب ممكن نسال على حاجه منهم في اللي انت بتقلق على طول حته يوجد جزاء دي اللي بتقلق على طول، انما جاي دي ما بتقلقش لان هو هيجي لك يقول لك سؤال يقول لك مفيش حلول. هو طبعا عايز ايه؟ حلول. دايما حد يقول لك ايه؟ مقاربا لاقرب رقمين عشريين او يقول لي علما بعلما، مش كده؟ فعشان كده ما بيقابلكش الحاله الاخرانيه. لو قابلك السؤال ده هيقابلك اكمل او اختياري. والمحل يقول لك ايوه بين الجهه كام صباع الف جيم اللي هو اسم مميز في الحالات الثلاثه بتاعته. انما السؤال اللي بيجي بخصوص القانون بيجيب لي سؤال بس حذاري انك ما تعملوش معادله صفريه. يعني انا فاكر النموذج الاول بيقول لي حل المعادله 3 س تربيع بتساوي 5 س زائد 4. ده ينفع ده قانون الكلام ده؟ هي ينفع بس المساله دي مش جاهزه. يعني ايه ينفع؟ بس جاهزها لي الاول. الصوره العامه للقانون مكتوبه فوق. ايه اللي مكتوب فوق؟ الف ف الف س تربيع ب س زائد دي بتساوي صفر. دي لسه ما اتكتبتش على الصوره. فبكتبها ازاي على الصوره العامه؟ ألف واعملها معادله صفريه. ازاي اعملها معادله صفريه؟ اقول له 3 س تربيع ناقص 5 س ناقص 4 بتساوي صفر. يبقى انا وديت كل الناحيه الثانيه. وبعدين الالف كام؟ ب 3 الب الجيم سالب 4 وابدا اعوض في القانون. وما اظنش يعني ان احنا هنعوض هعوض فوق بس عشان المكان. سالب ب اكتب موجب 5 على طول لانها اكتب موجب 5 على طول ماشي. ب تربيع 25 في ناس ترفع وتقول لك سيب السالب بره. ده من امتى ان شاء الله؟ لا مش سيب السالب بره، فكان السالب 5 25 ناقص 4 في 3 في سالب 4 على 2 في 3. واظن تكملتها سهله. تكملتها سهله عن اي حد فيه. يبقى انا بس كنت بفكرك بالقانون بالحته الاهميه اللي هي حلين امتى؟ حل وحيد امتى؟ وحاجه ثانيه عايز ااكد عليها، ما ينفعش اشتغل قانون عام بالمنطق. ما ينفعش. لازم تبقى معادله ايه؟ صفرية. فعشان كده نقلت الخمسة سين ونقلت الأربعة لازم تبقى معادلة صفرية. حد محتاج حاجة ولا أنسى؟ ماشي. يعني كان في مسألة كده كان في حاجة زي كده. حد سألني في حاجة زي كده قول لي عايزين الحل في المعادله. انا مش هكملها بس اقول لك ابدا ازاي. طبعا القصه بتاعت 1 على س دي مش ممكن. ايه 1 على س؟ فانا هبدا اقول له ايه؟ لازم اتخلص من المقام. اتخلص من المقام ان انا اضرب س. لما انا اضرب س هتسال ايه؟ س في 1 على س، خليني ماشي بالراحه فيه. طبعا اللي فاهم ان ضرب في س بتعمل ضرب في س ليه؟ عشان اتخلص من المقام. بقى 1 زائد س تربيع 5 س واشتغل بقى عليها دي تروح الناحيه الثانيه واكمل مسالتي عادي. بس هي الفكره اللي انا عايز اقولها لك لما تبدا بالمنظر ده ما ينفعش. لازم انا اقول الضرب في كام؟ في س. تمام؟ ضرب س ليه؟ عشان اتخلص من المقام. لما اتخلص من المقام بقت مساله عادي. لازم تبقى معادله صفريه ولازم تكون مرتبها.
بقدمها يا عم ايه؟ السي ده بس في الاول معامل سي دي في الاخر وبعدين لحد النص. عايز ادخل بقى على الداله التبعيه سواء حل الداله حلها او رسمها. حلها اللي هو الحل الجبري اللي هو بالقانون. الحل بتاعها اللي هو استخدام القانون. رسمه الداله التبعيه وبالك ضمن الحاجات اللي ممكن تلاقيها مش هنقطع اخرى لانها كانت بتيجي على طول. هي بس في امتحانات الزمن اللي فاتت لما لقوا الدرس فما تشوفوش في الامتحان. الجديد اللي انا كنت بحل المحافظه هنا من المحافظات لقيت الطالب مفتوح تاني شويه. لقيته بعد ما خلاني رسمت الرسمه كان تقريبا محافظ منها. بعد ما رسم الرسمه لقيت الطالب محور التماسك دي مش مهم. اكيد اول ما تفكر بالتلاتة الهمكم معادلة محور التلاتة وطلب مجموع حل معادلة خلاف اللي انت رسمته. السؤال بيقول كده تاني سي اربعة سي ونقسم. شوف بقى الحته اللي جايه انا المفروض برسم الداله دي لما جه يطلب مجموعة الحل طلب مجموعة الحل لدالة تانية خالص بيقول لي صمه مين حاط للمعادلة العظمى او الصغرى. عايز بس اطمنك على حاجه لما يخليك ترسم ده ويطلب منك مجموعه الحل لازم مجموعه الحل اللي هيطلبها تقول لي مين؟ للتالت ده تكوين اللي هو عامل ده تكوين. واحد يقول لي يعني انا هرسم ده واجيب مجموعه الحل لداله ثانيه. دايما انت لما هترسم مش مفروض ان انت تستخدم الرسمه. هو كل ما في الامر وعمل تعديل في الداله فضرب مثال. انما بالنسبه لك انت كطالب ثالث حاجه انا هقول لك حاجه اشكو على الجمله دي وانا بقول لك هات مجموعه الحل للداله اللي انت رسمتها. خلاص؟ يبقى اللي هو هيقوله اصل هو ارسم داله هيطلب مجموعه الحل للداله اللي انت رسمتها. فهو اللي قايله بس انا اصل انا اللي رسم خلاص عمره برضه. ده الرسمه ما ينفعش الداله دي هتبقى عامله كده. الداله اللي هو عايزك لها مجموعه الحل لو انا فكرت ارسمها هتبقى عامله كده. انما هو ما هوش عايزك ترسم الا الداله واحده. هو الفرق بينهم ان هي مضروبه في سالب. انت الاول عايزين نرسم الداله بيجيبها من الاول. انت هترسم الداله. معضله ترسم باستخدام الاله بتاع اللي هو تيبل. صح؟ فانا هقول ده من سين اهي. سين وهنا ده من سين. بداية صفر وآخر أربعة. هعوض أنا إيجاز أرقام سهلة وأكتبهم شوية. صفر صفر سالب ثلاثة. واحد أربعة في واحد بأربعة. أربعة ناقص واحد في ثلاثة. أربعة في ثلاثة صفر. الاثنين. أربعة في اثنين بثمانية. ثمانية ناقص أربعة أربعة. أربعة ناقص ثلاثة واحد. إيجاز بعوض سريع شوية. عوض زي ما أنت عايز أو باستخدام الآلة نظام تيبل عادي. 4 في 3 ب 12، 12 ناقص 9 3، 3 ناقص 3 0. 4 في 4 بتطلع سالب 3. دي كده الجدول اللي انا عملته واللي انا هرسم به مع المهندس. صفر معاه سالب 3. واحد. الصفر سالب ثلاثة فين؟ حقها هنا؟ لا ده في ثلاثة أعداد، ده هي اسمها سالب ثلاثة وصفر. صفر وسالب ثلاثة هي نعم. اسمها صفر وسالب ثلاثة. واحد وصفر. اثنين وواحد.
مشروع بتحل ليها ايه؟ مشروع بتحل ليها واحد وكام؟ اللي بالمناسبه مجموعة بتحل ليها ايه؟ التقاطع مع محور السينات، يعني انا قابلت محور السينات فين؟ طب لما هي مجموعة بتحل واحد وثلاثة ايه اللي هو بيطلبه ده؟ عارف اللي هو طلبه ده؟ انت مش انت عايز الدالة زي اللي انت راسمها؟ طب تعالى انا عايز دالة زي اللي انت راسمها بالظبط، اضرب في سالب كده كده ايه؟ سالب ستة بيه. انا عايز اتخيل مرتب كده هي هي ولا لا؟ فما تشغلش بالك باللي يقوله ولا كانه قال حاجه اهو، وعلى طول كده عايز مجموعة الحل للدالة، مجموعة الحل للدالة اللي هي كام؟ واحد وكام؟ وثلاثة. اكتب معدل المحور الثلاثة. أنا الأول عايز أفكرك فين الرأس؟ صح؟ لو مش مصدق أهي. اللي هي النقطة اللي لما نهزم إيه؟ نهزم إيه؟ هذه وتنزل إيه؟ يبقى الرأس. اثنين وواحد. طب القمة العظمى أو الصغرى؟ هو يقول لي العظمى أو الصغرى، ما ينفعش أنا أرد عليه وأقول له العظمى أو الصغرى، ده هو زي اللي بيسألني يعني هي عظمى ولا هي صغرى؟ فما أقولوش أو، أنا ما أردش بقول له أو، هي هنا القيمة إيه؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها أو، أقول له القيمة العظمى هي سالب ثلاثة صفر واحد، هي مش دي أكبر قيمة ولا أصغر قيمة؟ لما تبص للي حوالين منك هي بالنسبة لهم إيه؟ الكبيرة، وبعدين القيمة العظمى والصغرى دايما صلاتي على فكرة، القيمة العظمى هي واحد، تمام؟ حتة معدل محور الثلاثة، معدل محور الثلاثة، معدل محور الثلاثة في الآية مالي؟ كام؟ هي س بتساوي، هي على طول س بتساوي، س بتساوي كام بقى؟ اثنين صح؟ دايما معادلة محور التماثل س بتساوي، يبقى معادلة محور التماثل س بتساوي أهي أهي، ده معادلة اسمها س بتساوي كام؟ اثنين، معانا دي من الحاجات اللي جاية ما تدخلش على بالك، إنه يطلب معادلة محور ده سؤال في محافظة من المحافظات، معادلة محور التماثل س بتساوي اثنين والقيمة العظمى واحد. طيب واحد يقول لي انا رسمت دالة تربيعية ولما رسمتها ما طلعتش الأرقام المسبوقة اللي طالعة معايا دي. طالعة بين الواحد والاثنين وبين الثلاثة والأربعة، ساعتها أعمل إيه؟ ساعتها ده تجيب الحل تقريبا لدرجة إنك ممكن تعمله من الآلة وتكتب كأن أنت يعني إيه؟ جايبها من العباسة. يعني طبعا عارفين ان الاله ممكن تجيب مجموعه الحل اللي هو اللي احنا متعودين نعملها، هتجيب الاله تجمع مثلا اثنين علامه ثلاثه خمسه سته مش عارف ايه، خد رقم قدامه قدام العلامه وخلاص. انا بتكلم على داله الحل ما طلعش واضح على الناس، انما هنا الحل واضح واحد صريح وثلاثه صفر دي ما فيش لها كلام. ده بخصوص داله تربيعيه رسمتها مكانها الاصفار اللي هي تعتبر نفس المعنى اللي هي جذب المعدل، يبقى اسمها اصفار او اسمها جذب المعدل. دي تمام؟ طيب حاجه تانية. طب وضرب وقسم. بصراحه كده احنا مش جديدنا معاك. وبنجمع مع مساله جمع او ضرب بس يكون فيها دورات انما الاسم عادي والضرب عادي، ولو جاب مسألة جمع وضرب المقامة واحدة عادي. هعمل تشكيلة من الأربع عمليات وبعد كده الأقصى، وإن شاء الله لو راجع في الهندسة قلت حاجة مهمة، لكن عارف أن أغلب الحضور يقول لك إيه؟ الكلام ده سهل، المشكلة مش في الكلام، لدرجة إن حد في الكلية قال لي أنا راجع النهاردة هندسة مش راجع طبعا. طب من بكرة مش هتطور على دي؟ إن شاء الله يكون حاجة سهلة. Thank you.
ومسألة مخصوص لحاجة هيبقى فيها توحيد مقامات ومسألة في الدرس وجسم يعني واحدة درس واحدة جسم. وبعد كده نتكلم عن شوية صور احتمالية. هبدأ بمسألة جمع عادية ومقامات زي ما احنا مسألة من النموذج الأول بيقول س تربيع Thank you.
كلية انا بعمل مع الاثنين او سبب الاثنين. انما الصفر لا مفيش مشكلة معاه. طب لما اتعور على الصفر اجيبها من الاول ولا اجيبها من هناك؟ على فكرة مش فارقة، بس انا بقول لك نصيحة ايه اللي يوديني من الاول. طب ما انا اشوف اوسط صورة وعوض فيها هيبقى ايه؟ صفر على صفر ناقص اثنين هيبقى صفر على سالب اثنين كانت كام؟ صفر. انا قبل ما اعوض اتاكد الاول هل النقطه دي او هل القيمه دي انا مسموح لي اتعامل معاها ولا هي ممنوع التعامل معاها؟ هل تقبلها بالظبط؟ مساله ثانيه. بس المساله الثانيه دي بقى ده المقام مش هيكون بالواحد. يبقى احنا شفنا مساله المقام كام بالواحد، هجيب مساله ثانيه بس المره دي المقام مش هيكون بالواحد. وبرضه من نماذج كتاب المدرسه، بس ده هتبقى بالنماذج النموذج الكامل لو حد بيتابع. مسألة في النموذج التالي، جاي مسألة طرح ولا بتثبت الطرح زي الكامل، ما بتفرقوش عن بعض حاجة. فبنعملها وقالها تماما عشان نشوف ايه الفرق بين ان انا واحد المقامات وان المقامات تيجي متوحده جاهزه. المساله في النموذج الثالث السؤال الرابع قال خد بالك من افكار متفاوته. يعني ايه؟ يعني هو ممكن ما يجيبش نفس الاطباق بس يجيب نفس الفكره. يعني هو هيجيب جمع خلاف الجمع، هيجيب تحليل هو نفس الفكره، انما الارقام قد تختلف قد تختلف بين يهمناه الرضا ما تتحفظش. المسألة اللي فوق نون سين، سين زائد خمسة محل عادي، بس انا عاملين حللها قبل كده فعارف ان المقام مش هيكون متوحد. ودي دايما من الحاجات اللي بتختلف يوم راجع في القرن، هتلاقي مساله جامعة او طرح المقام ما يكونش فيها متوحد. سين زائد خمسه ملهاش تحليل عندي، لان هو ده ابسط حاجه. سين تربيع زائد سبعه، سين زائد عشره، سين زائد خمسه وسين زائد اثنين. س تربيع زائد 5 س زائد 6 عددين ضربهم 6 ومجموعهم 5 يبقى س زائد 3 وس زائد 2 كده. مفيش تحليل اقصر من كده. المجال خليني انا كده المجال يبقى حفر ايه؟ سالب 5 وسالب 2 وسالب 3. ما تكتبش سالب 2 كمان مره؟ لا، ما هي اتكتبت مره واحده ده خلاص كده مرة. هبدأ أختصر دي مع دي بس عكس الاختصار، هو ده آخر في الاختصار. تبقى واحد على س زائد 2 ناقص س ناقص 1 وجات المشكلة اللي أنا كنت أتمنى ما أشوفهاش. ويا رب ما تشوفوش، طالما أنتوا الأغلبية تشتكي منها يا رب الذكرى دي ما تيجي، بس دي نقولها لعل بعض. هعمل مقام جديد. ما خلاص المقام مش ثابت، دي لها مقام ودي لها مقام. لما تيجي تبص هنا المقام كان زي المقام فريحتي. فقمت جامع الوسطين. هعمل المقام الجديد ازاي؟ كنت أنا دايما أقول مقام منتخب. يعني اعمل ايه؟ نزل اهو هاخد من كل نوع واحد. يعني س زائد 2 مره واحده. لما تقابلك س زائد 2 مره ثانيه ما تاخدهاش. اهي. لا تاخد ايه؟ مره. طب دي س زائد 3. يبقى لما تيجي تقول ده هما كانوا ثلاث اقوال، صفصفوا على قوسين ما استغربش. هما صفصفوا على قوسين لان انا ما اتكررش. شوف هعمل ايه بقى الخطوه الجايه. مش ده
التوبيك دي هقسم المقام على المقام والنادي بضربه في البصر. يعني المقام ده اهو على المقام ده هيفضل لي ايه؟ مش هقول ضربه؟ الاثنين دول لما يتقسموا على دي هيفضل ايه؟ زين زي التلاته. الزين زي التلاته هي اللي هتضرب البصر. سيبنا واحد يزين زي التلاته. تمام؟ خطوه اللي جايه المقام ده اهو لما يتقسم على المقام ده اهو مش هيزيد حاجه لان هيمشوا مع بعض. يبقى المقام على المقام هيبقى فيها الواحد والواحد هو اللي هيضرب في البصر. بس ما ننساش ان قابلنا عالم ايه؟ ثالث. المقام على المقام يديني واحد والواحد هو اللي هيضرب في البصر. المقام على المقام تقسيم زي الثلاثه. تقسيم زي الثلاثه هي اللي هتضرب في البصر. يبقى المقام على المقام والناتج هو اللي هيضرب في البصر. تاني المقام على المقام والناتج هو اللي هيضرب في البصر. حد معترض على الخطوه دي؟ طب اقولها تاني؟ اقولها تاني. انا قلت تاني. لو فهمت اللي انا عملته يبقى انت فهمت ازاي لوحد المقامات. ناس اهو. زد اتنين. خدت منها مره واحده بس. زد زائد ثلاثه. زد زائد اتنين هتقابلني تاني. مش هكتبها. لانها بتتكتب مره واحده. المقام على المقام هتضرب مع ايه؟ هتضرب ايه؟ زد زائد ثلاثه هي اللي هتضرب في الواحد. المقام ده اهو على المقام ده اهو دي ماشيه دي ودي ماشيه ما عادش فاضل حاجه يبقى فيها الواحد. الواحد هو اللي بيتضرب في الوسط. يبقى المقام على المقام والناتج هو اللي بيتضرب في الوسط. خطوه كام؟ بيقابلني طبعا بيقول لي ما تختصر الخطه مثلا. لا لا اوعى لان في هنا علامه ايه؟ في هنا علامه سالب. امتى كنت اختصر لو فيهم في مثلا؟ طب بقى سين زائد ثلاثه ناقص واحد في سين زي ناقص سين سالب واحد سالب واحد بموجب واحد. دي ماشي دي ثلاثة زائد واحد أربعة. وتبقى دي أبسط صورة. يبقى أربعة على سين زائد اثنين دي أبسط صورة وهي الفرق بينهم في حتة بس لو بين المقامات. عوض سالب اثنين؟ اه بيقول لي ثم ماشي. طب سالب اثنين لو قال لي نقول سالب اثنين اقول له ايه؟ غير معرفه. ليه؟ لان سالب اثنين شوف ممنوع اتعامل مع سالب اثنين، ممنوع اتعامل مع سالب خمسه، ممنوع اتعامل مع سالب ثلاثه، واي حاجه ثانيه عادي. يبقى انا كده جبت الجمع والجمع زي الضرب. في مسألة بس كده في الجامعة أنا حابب أقولها عشان ترتيب وحكاية الإشارة وبعد كده هجيب مسألة ضرب وإيه وقسمة وبعدين بنحصل إن شاء الله. لو في حد عنده أي سؤال هنسمعه في الآخر. المسألة اللي هو إن كانت منظرها يخطب بس حلها سهل. أنا بحاول أركز شوية على الخمس نماذج. أنت وأنت بتحل هتركز على النماذج وتزود عليهم التمارين العامة، التمارين العامة اللي على الدرس أو المسائل اللي على الدروس عموما. السؤال ده سؤال طرف، بيقول لي إيه؟ أو بدأ طرف، بقى السؤال بدأ طرف. بيقول لي نون سين. سين تربية. عايز برضه نفس الكلام المجال ابسط صوره اللي هي الامور اللي بتدور كل مره. بس انا في عندي مشكله
المنظر ده مش حلو. اربعه على السته كده ده منظر ما هوش مكان. لازم اعمله ولا ان انا بعد كده بقى اجيب المكان هيلخبطني. فانا بنصحك على المنظر رتبه الاول. يعني ايه رتبه؟ يعني ايه فيها حاجه لو هخليها سالب 6 تربيع زائد 4 فيها حاجه؟ انشاء ايه يا برضه؟ رتبتها يبقى انا هشيل 4 ناقص 6 تربيع واخليها سالب 6 تربيع زائد 4 انا كده رتبتها. بعد ما رتبتها مش من السوق انا في الرياضه ان انا ابدا بسالب. يعني تقول لي ابدا بسالب 6 تربيع؟ ده حتى لو انت بتحلل من آلة مش هتعرف. لو انت بتحلل من غير آلة مش هتظبط معاك. فانا هعمل ايه؟ هاخد سالب مشترك. كل ده الاعداد للمساله لسه بجهز للمساله. لما ناخد سالب مشترك عندنا يعني ايه؟ يعني تغيير الاشارات. دي كانت سالب. لما انا اخد سالب مشترك. دي كانت سالب هتبقى ايه؟ موجب. ودي كانت موجب هتبقى ايه؟ سالب. يبقى اخدان سالب مشترك معناها ان انا اغير الاشارات. هاخد سالب هنا كده. ده كانت سالب هتبقى موجب، ده كانت موجب هتبقى ايه؟ سالب. طب بالله عليك ده منظر سالب هنا وسالب هنا؟ اهو انا اعمل ايه؟ سالب ده من السالب من ايه؟ يبقى السالب ده اهو هينزل السالب ده يبقى ايه؟ شوف المسألة اللي كانت بادئة أقل بقت عاملة ازاي؟ شوف كانت بادئة عاملة 4 مقسمة تربية، قمت أنا مرتبها وبعد ما رتبتها خدت سالب مشترك، السالب قبل السالب بقى موجب اتحولت لمسألة جمع. وعلى فكرة المسألة دي جمع هي كانت الفكرة اللي فيها إن أنا أقسم الأول أخرج السالب المشترك، إنما لما تيجي تكمل بقية المسألة هتلاقيها سهلة جدا. سهلة حتى تحليلها. يعني لما اجي احلل ها حللي يا مني كده اول واحده تبقى ايه؟ ستة اربعة مع ستين سين ها؟ سين مشترك ويتفضل سين مع اثنين ها؟ حلل المقام الحالي كده يا حبيبي؟ حلل الاحساب ستة اربعة مع ثلاثة سين زائد اثنين أهلا بحلل الآلة حبيبي محمد أشرف 6 4 مع 4 6 زائد 2 اللي هي فرق المربعين حلل اللي أنت عملته ها عدلنا الروم دول وخليهم واحد واحد في 2 والإشارات 2 و1 هو الأكبر نسبة للأمر هذا التحليل المكان أيمن حافظ إيه؟ 2 و1 وسالب 2 هختصر دي مع دي وهختصر دي مع دي بقى الباص س على س ناقص 1 س ناقص 2 على س ناقص 1 مش انا قلت لك يا باشا بس اديها فوق المقام متوحد س ناقص 1 الباص س زي س لسه فيها حاجه كمان المساله دي س زي س بكام؟ 2 س ناقص 2 هاخد اتنين مشترك. يا كل اللي لسه فوق في الاخر كلهم اتنين. يبقى طلعت اتنين في الاخر بس انا قلت لك هي بادئه بس اديها فوق. لسنا مساله الضرب والقسمه وان شاء الله مش هيعرفوا حاجه. انا هحاول اخلص قبل ما الدنيا تضرب. قال لي اسئلتكم بقى دي هتبقى حاجه تانيه. الضرب والقسمه الناس كلها بتفضله، ليه؟ اي اختصار فيه بيبقى سهل مهما هو صعب فيه. هبدا بمساله ضرب من النموذج الثاني. المساله بتقول نون س
المسألة هنا بيكلمني عن سين تكعيب ناقص 8 والبسط بتاعها سين تربيع 30 ناقص 6. حليل البسط يا ليه؟ سين تكعيب ناقص 8. قوس صغير وقوس كبير. ها؟ سين ناقص 2 سين تربيع. مظبوط؟ تمام. هي حليل التحليل مفروض. المقام حليل قد ايه؟ س تربيع زائد س ناقص 6. الاشارات هتيجي من قبل كده وانا بكلمك عنها نفس المشكله. الاخير سالب يبقى واحده واحده يعني والاكبر مثل الاول. صح؟ انما اللي انت قلتيه ما كانش هيظبطها. يبقى ده كده تحليل المقام. س زائد 3 يا بنت ما بتتحللش. طب س تربيع زائد 2 س زائد 4 هي كمان ما بتتحللش. يبقى احتمال كده. المجال يا مني. المجال هيبقى ايه؟ حق ثالث. حق ثالث. ها؟ سالب 3 و2 وبس. لأن المقام اللي لسه ده مش هيجيب حاجة. ما تنتظرش منه حاجة. هختصر. هختصر دي مع دي. ودي مع دي ودي مع دي. الإجابة النهائية كام؟ واحد. لو طلب مني هنا نون للمية. هقول له كام؟ نون للمية كام؟ مريم عايزة. نون للمية تبقى كام؟ تبقى 400؟ 400؟ 100 100 واحد. اولا في داله ثابته يعني هي على طول بكام؟ تمام. طب لو طلب مني نون للسالب 3 لا غير معرفه. ليه؟ اهو اوعى تتعامل مع الاثنين دول. مساله اسم. مساله اسم. هنبدا برضه مساله اسم من النماذج. بنفس النموذج. هي بس كل النماذج مركزه على س تكعيب ناقص 8 بس هي حصلها هنا كده معانا النهارده. هو الفرق بين الاسم والظرف حاجه بسيطه برضه. الفرق بين الاسم والظرف. س تكعيب ناقص 8 كانت حليلها كده يا هدف من السنه اللي فاتت. حليلها س تكعيب ناقص 8. انا مش شايفها من الاداء والله. س تكعيب ناقص 8. ايوه هتبقى س ناقص 2. ها؟ هو ده بقى هو ما شاء الله عنده برضه لحظه فعلا. طيب المقام س تكعيب ناقص 7 س تربيع زائد 10 زائد 10 س. هنحللها ازاي يا حاج ابراهيم؟ دي س تكعيب س ونلاقي س في حاجه كده قاعده رديتها. في حاجه كده قاعده رديتها. هناخد هنا ايه مشترك؟ كام؟ س. اتفضل س تربيع 7 س زائد 10. على فكره لسه هرجع لها ده مؤقتا مؤقتا بس. ان انا هنرجع نقول على كلمه مجموعهم 10 ومجموعهم 7. 3 و 15 المشترك 3 س تربيعه س. هناخد س مشترك. كله اتحل بس في جزء مش
لازم ارجع اللي هو الجزء ده اهو. عددين ضربهم 10 مجموعهم 7 عمرو شمال كام وكام؟ 2 و5 واللي شرطين زائد يبقى س ناقص 5 وس ناقص 2. المجال في القسمة حق فرد أقطار المقامات وبسط المقسوم عليه حق فرد أقطار المقامات اللي هي حق فرد 0 5 2 3 سين اللي هي كام؟ 3 سين اللي هي 0 برضه. ما هي هتجيب 0 أقوم تاني؟ لا مش هفرد الملف كتير. 0 5 2 واطلع فوق بس حظ المواد ان انا لما طلعت فوق لقيت ده ملوش اصفار انما الاسم خد بالك وده الفرق بين الجمع والطرف والضرب والاسم لان هنا المجال في القسمه حط بقى اصفار المقامات وحط المقسوم عليه يعني لو حصل كده كده لسه مش هتفضل الوقت خطوة جاية لما اقلب العالم فيه سين بقى 3 سين لما العالم قلبت فيه خلاص بقى الانتصار عادي ازاي؟ دحين هتمشي معاك وس ناقص 2 هتمشي مع س ناقص 2 وس ناقص 5 هتمشي مع وس تمشي مع س ايه اللي غلط؟ 3 عكس فاي غير 3 يعني انا اتسال هو بس عشان تتعلم صاد واحد وسين تربيع زائد صاد تربيع ب 25 لما سين ناقص صاد واحد دي معادله من الدرجه الاولى يبقى السين تساوي 1 تاني صاد السين لواحد زائد صاد وابدا اعوض في المعادله الثانيه كل ما يبقى مني س هشيلها واحط مكانها 1 زائد ص دي هتتساوي في ايه؟ دول المعادله دي مؤقتا كده يقف وكل الشغل هيبقى هي اهو خد بالك المعادله دي من الدرجه الثانيه انما دي من الدرجه الاولى يبقى كل س شلتها وحطيت مكانها 1 زائد ص خد بالك وانا بفك بقى المره دي الاول تربيع الاخير تربيع دي بقى اللي الاول في الثاني في الثاني اللي هي الصاد تربيع تنزل زي ما هي صاد تربيع وصاد تربيع 2 صاد تربيع زائد 2 صاد زائد 1 25 تعدي بالسالب يبقى 2 صاد تربيع زائد 2 صاد 1 بلس 25 سالب 24 اقدر احلل بس التحليل يفضل الاول اهدي المساله شويه اهديها من ناحيه اقسم على الاثنين لما انا هقسم على الاثنين صاد تربيع زائد صاد ناقص 12 بصفر عددين يا ترى ضربهم 12 وضربهم 1 ايه العددين؟ 4 في 3 4 في 3 الاشارات الاخير سالب لواحده سالب وواحده موجب ولا اكبر بيستاد اكبر ص زائد 4 بصفر ص سالب يبقى ص في 3 ص سالب 4 هطلع اعوض فوق يبقى س بيساوي 1 ناقص 4 يطلع س بيساوي 3 هنا نفس الكلام هعوض فوق يطلع س بيساوي 4 يبقى مجموعة الحل هسمعك اهو سالب 3 وسالب 4
واحد أربعة وثلاثة. عايز تقول كم مرة؟ المدام مجموعي الحل دي مسألة حل معادلتين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية. هنا السؤال كان ممكن يجي بشكل مختلف. إزاي؟ كان ممكن يقول لي إيه؟ عددين الفرق بينهم واحد ومجموع مربعين 25. بالك أنت لو كان قال كده كان بقى نفس الكلام ده أهو. شوف عددين الفرق بينهم واحد ومجموع مربع عينة 25 ومجموع مربع عينة 25 عددين الفرق بينهم واحد. كنت هتفرض العددين ايه؟ س و ص. الفرق بينهم واحد يعني س ناقص ص بواحد. مجموع مربعين 25 يعني س تربيع زائد ص تربيع زائد 25. دي جت بشكل لفظي انما دي جت بشكل معدات والاثنين صح. والاثنين صح بس دي جايه مباشره انما دي انت هتسجلها الاول لفظ الثاني. طيب اسئله الناس يا ريت اللي مش عنده قوانين يكتبهم. القانون الثاني
فات. لما يقول لي لام ألف شر، على فكرة لام ألف شرطة هي واحد من الزمن، واحد ناقص لام ألف. لام ألف شرطة معناها بالعربي عدم وقوع ألف، بمعناها عدم وقوع ألف. ده معنى معناها بالعربي كده، عدم وقوع ألف. القانون الثالث، لام ألف فرمان، إن هي لام ألف ناقص التقاعد، لام ألف ناقص التقاعد. طب لام ألف فرمان بالعربي يعني إيه؟ يعني وقوع ألف فقط، أو وقوع ألف وعدم وقوع ب، دي معناها وقوع ألف فقط، أو وقوع ألف وعدم وقوع ب. مناقصات، المناقصات لما يقول لي ألف وب هنسيبهم سنتين، ألف وب حدثان متنافيان. افهم من هنا التقاطع بالفايت، انما لام التقاطع هيبقى بصفر. لما تسمع حدثين متنافيان تعرف ان الف تقاطع به هيكون بفايت، دي اكتر. ولام الف تقاطع به بيكون بصفر. الملاحظة الثانية، لما يقول لي الف جزء من ب، الف جزء من ب يعني الف هي الصغيرة هي الكبيرة. لما يقول لي ألف جزء من ب يبقى التقاطع هو ألف، دي أكل دي التقاطع الصغير أهو، لكن العدد أصغر منه. طب والامتحان الكبير، لما يفتح حد هنا هيبقى الكبير اللي هو مين؟ لام ب. خلاص؟ في كم كلمة عايزك تزودهم في الكلمات بتاعتك؟ كلمة على الأكثر، أو وقوع أحد الحدثين جمل آخر، أو عدم وقوع أي من الحدثين، دي من الحاجات اللي بتفكر. كلمة على الأكثر كلمة على الأكثر واحد ناقص التقاطع، أنا كلمة على الأكثر. وقوع أحد الحدثين دون الآخر، أو أحد الحدثين فقط، يا إما يقول لي وقوع أحد الحدثين فقط، يا إما يقول لي وقوع أحد الحدثين دون الآخر. دي اللي هي الامتحان ناقص التقاطع. في حاجة بقى محتاجة منك مفهومين ازاي؟ لما يقول لك نجاح طالب يبقى هو عايز الامتحان نجاح، يعني نجاح عموما. لما يقول لي كلمة عدم حط فوقها شرطة هيبقى ايه؟ يبقى لام ألف امتحان ب كل شرط. طيب مسألة، قبل ما ندمج في مسائل الاحتمالات بفكرك بالأعداد الأولية. اثنين، الواحد مش أولية، الأعداد الأولية، الأعداد الأولية ما في مسائل بالاحتمالات تيجي مش على القوانين. اثنين، مثلا يعني
المسائل اللي بتيجي في الملاذ الكلية ده ألف وباء خمسة من ثلاث أيام يبقى التقاطع فاضل، إنما لازم التقاطع تلاقيه صفر. حاجة تانية، شفت محافظات كتير جايبة الكلية دي قلنا لام ألف بتساوي لام ألف شرط، أوجد لام ألف أو يقول لك لام ألف ثلاثة لام ألف شرط، أوجد لام ألف. هو مفيش مسألة احتمال
الاجتماعات عقرهم. ما فيش مسألة من احتمالات الا ما هتعدي على كورونا. بيقول ايه؟ اصل المطلوب التاني بيقول ايه؟ عايز اجتماع وكم عدد على 60 مرة؟ انا عايز المجموعة على 60 مرة اهي. اهي الامتحان ناقص ايه؟ الامتحان وكم عدد الحارسين فقط او كلمة احد الحارسين دول الاخر. يا عيال الامتحان ناقص ايه؟ وانا عندي امتحان لسه بس انا اقدر اجيب الامتحان ده اجيبه ازاي؟ ده قال الامتحان ده اللي هو لا قال زي ده اللي ناقص التقاعد لم يلد ده 7 من 10 لم يلد 6 من 10 التقاعد 4 من 10 تطلع 9 من 10. طب هو طلبه ايه؟ ده هو عالم وجوع احد الحارسين دون الاخر اللي هو ايه؟ الامتحانات ما استقرت الامتحان بكام؟ 9 من 10 والتقاعد بكام؟ 9 من 10 7 من 10 5 من 10 والسؤال ده من النموذج الخامس من النموذج الثاني من النموذج الثالث. طيب سؤال ثاني في الاحتمالات كيس فيه 15 كور مرقمة من 1 ل 15 عايز منك احتمال الحصول على عدد ده هي ايه العدد اللي مخبيه؟ 1 3 5 7 مش كده؟ هيطلعوا 8 على 15 الاحتمال لان هم يطلعوا 8 كرات كده. طب عايز احتمال الحصول على عدد اولي انا كاتب لك الاعداد الاولية اهو هيبقى 2 و3 و5 و7 و14 و13. طب انا وقفت عند 13 ليه؟ لان هو قال لي متقم من 1 لكام؟ 18. اضف الى ذلك مسائل مكتوبه عاديه جدا انا ما كنتش عايز اطول اكتر من المغرب عشان اطول في مسائل بس مكتوبه بس
حلو عندي كمان الدور جه سهل شويه. لا الصبح بكره هاجي من 7:30 يعني في الرينج ده هنبدا من الحدود دي. مش عارف المراجعه هتبقى هبدا انا او احمد هيبدا انما انا ان شاء الله هراجع الصبح. بس انا عايز الصبح لو جيت تجيب مسائل يعني حالي الحاجات اللي واقفه عليها لو حد عنده مسائل ما يمشي يفضل لا ما عندناش مشكله مفيش فيها اي حاجه. خلاص يا شباب نشكر زحمه المحاضرين واستضافنا يعني هو دكتور الموضوع ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد ان شاء الله يفتح الجمهوريه وراجع كاس العالم ان شاء الله. طبعا الشكر موصول لحضرتك برضه يعني ان شاء الله بالتوفيق للكل يعني.